يعرف العراقيون انه اكذوبه ائتلاف اداره الدوله موجوده الى الان بعد قضيه وهم واكذوبه لا قيمه لها. لا يوجد هناك شيء اسمه ائتلاف اداره الدوله. لو كان هناك ائتلاف اداره الدوله لاستجاب الاطار التنسيقي لارجاع 50 مدينه سنيه من خلال وجود 1,500,000 نازح اليها، وبالتالي خرجوا من قضيه جريمه التطهير العرقي والطائفي وهي جريمه دوليه. لو كان هناك مثل ما تقول ائتلاف اداره الدوله لاجتمع ائتلاف اداره الدوله بعد خروج الحلبوسي ولقالوا على الكتل السنيه مشفوعه بتوقيعات اعضاء الكتل السنيه في البرلمان، الاعلى يرشحون ثلاثه اشخاص، الاعلى صوتا سيتم مناقشته داخل ائتلاف إدارة الدولة وبالتالي نمضي في اختيار رئيس البرلمان. هذه القضية لن تكون موجودة. هناك لي للأذرع بشكل واضح تماما، وفوهة السلاح هي التي حقيقة تقرر على الجميع، ولذلك هناك تناقضات كثيرة داخل ورقة الاتفاق السياسي التي أنشئت داخل ائتلاف إدارة الدولة. من انقلب عليها؟ الإطار التنسيقي على كل ما موجود واختطاف حقيقي، ولذلك الحقيقة التي ينبغي علينا أن نعيها أن برلمان الإطار التنسيقي هو الذي يمضي الآن بحكومة السودان وغيرها. لكن في النهاية المشهد الآن يتحرك وفق عملية التوافق. أستاذ عبد القادر، كل القضايا المهمة تمضي من خلال التوافق بين كل هذه الأطراف. على أرض الواقع لا يوجد هناك أي توافق دليل جرى اقرار العطل الدينيه بطريقه الليل الاذرع بدون توافق، وجرى بكثير من الامور عندما يقول لك نحن الاغلبيه العدديه في البرلمان ومن ياتي ياتي ومن لا ياتي يلطخ راسه بالحائط، قالوها اعضاء مجلس النواب في برنامجك وبرامج اخرى. لذلك حقيقه عندما نقول انه لا يوجد هناك توافقيه قلنا في الاطار التنسيقي انها التوافقيه في العراق بشكل واضح. ربما تضغط السفيرة الأمريكية التي تحظى بقبول الجميع والاستجابة لرأيها تضغط لاستمرارية التوافقية، لأن العملية السياسية التي بنتها الولايات المتحدة في العراق بنتها على أسس توافقية.